جلالتك. ما بيصير تعمل هيك، باكشيبانو بتكون اختك وهي ولدان جديد، لازم تفكر فيها قبل ما تتصرف. هيك رح ترملها وتعيش بنتها بلا اب، باكشي رح تتحطم بكل لحظة وبكل ثانية. شريف الدين عم يحطمها. أنا مستحيل أتحمل اللي عمله فيها. لا توقفي بطريقي يا جودة، بعدي عني. يا الله، دائماً بس عصب بنسى أنك حامل وبتتوجعي بسببي. أنا كتير طلبت منك يا جودة أنك ما تقربي علي لما أكون معصب، عم خاف عليك كتير من حالي وما عم بقدر سيطر على أعصابي، وأنتي حامل ورح تتعبي هيك. بترجاكي بعد يعني لما أكون معصب. وأنت لازم تنتبه على حالك، إذا الزوجة انجرحت هيك جرح صغير وهي عم تمنع زوجها عن الغلط، بهي الحالة ما بتتوجع، بالعكس رح تنبسط إن منعت الغلط. وأنا رح أعمل واجبي وما رح بعيد عن طريقك. إذا غلطك رح يسبب لك مشاكل، تأكد أنا رح ضل واقفة بطريقك. يا ريت باكشي بتقدر تفكر مثلك. أنت ما بيصير تقلق هيك، عن قريب كل شي رح يكون منيح. الوقت كفيل يصلح يلي صار، وشريف الدين أكيد رح يحس حاله إنه غلطان بحقه.